مكان أو مكان آخر. إذا ما استجد لديك جديد نعود إلى ضيفتنا والحديث عن اليوغا. وصباح الخير مرة أخرى، أترك لك المجال تتحدثين عن اليوغا في البداية. أوكي، صباح الخير. صباح الورد. في ست اسمها إيلين كالي اللي هي صديقتي وزميلتي، وهي بلشت اليوغا فاست من 8 سنين بعتقد، وهي كان بدها توعي الناس على أهمية اليوغا. من 8 سنين ما كان في إلا 3 يوغا ستوديوز بدبي، هلأ صار في 60 ما شاء الله، وصار في انفجار بشعبية اليوغا. وبدي أخبركم إنه في كذا أنواع يوغا. اليوغا لها العديد من الأنواع، وهي أصلها يرجع إلى الهنود وقبل 5000 سنة، وثم دخلت أكثر في القرن 19 الغرب وطوروها إلى يومنا هذا. خبرينا أكثر عن تفاصيل مهرجان اليوغا المقام في دبي. هلأ في دبي أكثر شيء شعبية اليوغا هي الأشتانغا، أشتانغا يوغا. في الهاتا يوغا وفي الفينياسا، هدول اللي بيركزوا أكثر شيء على التنفس والجسد، البعد الجسد. أنا اختصاصي يوغا الكونداليني، اسمه كونداليني يوغا، اللي هي بتركز أكثر شيء على التنفس، على الجسد، على هتاف، هتاف chanting بالإنجليزي راما داسا. وأنت تحدثتي على انفجار شعبية اليوغا، لكن هل وصلت تشعرين في دبي أن ثقافة اليوغا أصبحت منتشرة؟ أنا بحس أنه كتير كتير تغير، يعني من 8 سنين كتير كتير الناس هلأ في ضغط كتير على الحياة، في ضغط كتير على شيء اسمه الانفورميشن ايج. ما في حدا بالحياة مش ماسك هالسمارت فون وماشي ومش ماسك الكمبيوتر وماشي، وطول الوقت ونحن connected. وفي ضغوط، ومع هالضغوط مفروض يكون عنا تقنية يساعد بالحياة. بالحياة، وهاي التقنية اليوغا بتساعد كتير بهال أكتر من بالنسبة لي أكتر من بس الرياضة. الرياضة منيح بس ما بكفي، مفروض الواحد يعمل أكتر. أنا اللي أنا سمعت أنت رياضية وتروح الجيم كل يوم، اسمعي تقول لك اليوغا الرياضة ما تكفي. الرياضة ما تكفي. طيب. أنا يلا ملحقة على الرياضة. تعتبر اليوغا رياضة 100%؟ تصنف رياضة؟ هي رياضة بس أكتر من رياضة هي ديناميكية تنفس. وبعدين الأهم شيء هي التأمل. التأمل المديتيشن. المديتيشن. الرياضة ما في مديتيشن كومبوننت. باليوغا المديتيشن رح أقول لها هلأ بالإنجليزي هي a deep cleaning للعقل. أوكي أكنه you know كل صباح we brush our teeth. أوكي yes. كل صباح we take a bath. But do we clean the mind? أوكي هذه لقطات من نفس المهرجان. أنا كنت موجود امبارح، كان عنا شيء 300 واحد بالصف تبعي. الأطفال أيضا كانوا مشاركين. في أطفال، في كبار. لنوصلها للإنجاز الجسدي، أوكي، العاطفي emotional، والعقلي mental، والجوهرة الروح the essence of spirit. The essence of spirit. يعني منقوله بالإنجليزي it's a spiritual, physical, mental and emotional fitness. أوكي مش بس physical، مش بس رياضية، هي كل العافية الجسد والعقلية والروح. والروح. جميل. الآن زميلنا محمد مبارك في طريقة إلى مدينة دبي للإنترنت، وراح ينقل لنا على الهواء مباشرة جلسات اليوغا. يستمرون إلى الساعة كم اليوم؟ أظن اليوم للساعة 7. أي للساعة 7. الساعة 7 المساء. يعني مطولين ما شاء الله، لأن أعتقد 100 جلسة تكلمنا عنها. بالفعل. أنا شخصيا قد يكون في أشخاص كثر مثلي ما نعرف اليوغا كثير. إيش ممكن تقولين للناس اللي ما يعرفون اليوغا؟ جربوا
جربوا صف، ومش بس صف، صفين ثلاثة. أي نوع من أنواع اليوغا يكون مناسب أو في أمور للمبتدئين؟ إيه هلأ أنا بقولكم جربوا الكونداليني أكيد الكندليني. عشان اختصاصي الكونداليني وتشتغل بسرعة. كنت أشغل بالهاتا والفينياسا بس بحب الكونداليني عشان بيشغل بسرعة. نحن ما عنا وقت. إذا عنا بس نص ساعة، بنص ساعة مفروض أنت تحس شيء. نانسي بتكلم معك أنت عن خبرتك الشخصية، من متى بدأتي مع اليوغا؟ أنا إلي تقريباً 20 سنة عم بسوي اليوغا بس وتنا بلشت بدبي ما كان حدا سامع بالكونداليني إنه شو هذا الكونداليني هو قوي كتير بأمريكا قوي كتير بكاليفورنيا وبنيويورك مهم كتير شعبية كتير بس هون ما كان في حدا وحسيت إنه هذا تقنية هي تقنية أكتر شيء لازم كعربية أجيبها على عالم العربي رحت على لبنان على الأردن على فلسطين وهلأ هون بدبي بأبوظبي أكيد وعم نفتح عقل العالم على الكونداليني يوغا توصلون وعي أكثر وتنشرون هذه الثقافة ثقافة هذا النوع من التقنيات الخاصة باليوغا واللي هي ذكريني باسمها كونداليني إيه. ليش حب أنا ودي أسألها يعني سبب محبتك لليوغا بداية قبل 20 سنة شو السبب؟ السبب إنه أنا بدي تحسن بحياتي بدي more a higher quality life بدي تحسن بالحياة أنا إلي 18 سنة مجوزة عندي أولاد مش صغار أكبر واحد عمره تقريبا 16 سنة وبدي شيء بهالوقت بحياتي مش بس رياضية أنا بعمل بسوكليت وكنت بالجيم طول الوقت بس بدي شيء حقوى واليوغا كتير ساعدني خصوصا بالزمانات كنت أشغل بمهنية الاقتصاد وكان في ضغط علي كتير سو حسيت إنه بدي شيء يساعد واليوغا كتير ساعدني وكانت اليوغا هي المهرب من هذه الضغوطات والتوتر اللي كنت تعيشينه في تلك الفترة نحن حابين نشكرك حقيقة على وجودك اليوم معنا الخبيرة ومدربة اليوغا نانسي قرداحي كل الشكر لك على وجودك اليوم معنا في نبض دبي يسلم بحب أتشكر دبي تي في إنه كلكم تجربوا اليوغا وجربوا صف عندي وجربوا اليوغا فاست وشوفوا شو هي اليوغا إن شاء الله إن شاء الله كوندالينا كونداليني كونداليني إن شاء الله ما ننسى الاسم يبقى لنا حصة بس عشان نتدرب على الاسم بعدين اليوغا